باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن والأبد أمين. هنقرأ جزء من إصحاح 19 من سفر أشعياء، بركاته على جميعنا أمين. يريد تعرض لي رقم 1 على الشاشة، رقم 1. وحي من جهة مصر، وحي يعني نبوة من جهة مصر. وتنشف المياه من البحر، ويجف النهر وييبس، وتنتن الأنهار وتضعف وتجف، وسواقي مصر وتجف سواقي مصر، ويتلف في القصب والأسد، والرياض عن النيل على حافة النيل، وكل مزرعة على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون، والصيادون يئنون، وكل الذين يلقون شخصا في النيل ينوحون، والذين يبسطون شبكة على وجه المياه يحزنون، ويخزى الذين يعملون الكتان الممشط، والذين يحكون الأنسجة البيضاء وتكون عمودها مسحوقة، وكل العاملين بالأجرة مكتئبي النفس. مجدا للثالوث القدس. اللي احنا شايفينه ده جزء من نبوة أشعياء إصحاح 19 على مصر. هي النبوة طويلة، بس أنا قريت الجزء الخاص بنهر النيل، بجفاف نهر النيل. النبوة دي برضو أكدها حزقيال النبي في إصحاح 29 و30، أكد نفس النبوة إن نهر النيل هيجف ويبس، وإن مصر هتقفر وهتخرب، ونتيجة جفاف النهر هيحصل تداعيات صعبة. كل الاقتصاد اللي مبني على نهر النيل هينهار، صيد السمك، زراعة المحاصيل، المحاصيل اللي بتخش في الصناعة، العاملين اللي هم بالأجرة، كل ده هيخرب وينهار. دي نبوة قالها أشعياء النبي، وأكدها في نبوة تاني حزقيال للنبي في إصحاح 30 في سفر حزقيال. النبوة دي حاليا اللي هي بتاعت أشعياء 19 بتاعت جفاف نهر النيل، في فضائيات كثيرة خالص في الخارج بره، في أمريكا وأوروبا، وفضائيات برضو في بالأجنبي، يعني أمريكا الفضائيات أجنبية، ومواقع على النت واليوتيوب أجنبية، ومواقع تاني عربية. بس المواقع العربية نوعين، في مواقع عربية مسيحية وفي مواقع عربية غير مسيحية. كله في اليومين دول على النت وعلى اليوتيوب وعلى الفضائيات ماسك في النبوة دي اللي جريناها من شوية، ان نهر النيل هيجف ومصر هتقفر وهتخرب. وكله بيقول، كله ماسك في النبوة دي وبيقول ان دي نبوة لما هتتحقق يبقى احنا كده خلاص في نهاية الزمان، احنا كده على ابواب نهاية الزمان،
دي من علامات انقضاء الظهر ونهاية الأزمنة. الأيام الأخيرة. وبيقولوا إن النبوة دي خلاص على وشك تتم. ليه؟ بسبب سد النهضة الأثيوبي. لأن سد النهضة الأثيوبي ده لو كمل ممكن يكفل البوابات بتاعته، فما يجي ما تروحش المية لينا، ما تجيش المية لنهر النيل في مصر فيجف في النهر ويبس، وتتحقق الايه النبوة بتاعت حزقيال 19 بتاعت أشعياء 19 وحزقيال 30. فبيقول لك خلاص النبوة على وشك تتحقق، على وشك تحصل، ودي نبوة مستقبلية بتأكد ان احنا لما مجرد ما تتحقق يبقى احنا كده خلاص في نهاية الأزمنة، والدنيا خلاص كده ايه على وشك المسيح يجي على الأبواب وكده. طيب هل الكلام تفسير ده للنبوة صح وحقيقي ومظبوط، ولا التفسير ده مش حقيقي؟ ده اللي انا عايز اكلمكم فيه النهارده. هل اللي بيقولوا ده في 19 اشعياء 19 وتفسير اشعياء 19 وحزقيال 30، هل التفسير ده فعلا النبوه دي نبوه مستقبليه هتحصل في نهايه الازمنه ومجرد ما تحصل يبقى خلاص كده الايام احنا في الايام الاخيره والمسيح على الابواب، وان هتتم نتيجه اكتمال سد النهضه؟ هل التفسير اللي بيقولوه ده صح ولا مش صح؟ ده اللي انا عايز بنعمه المسيح وبمعونه الروح القدس ربنا يرشدنا نوضحه الليله دي بنعمه المسيح. بص، هذا التفسير خطأ. التفسير ده خاطئ تماما، والأدلة على كده هقولها لكم دليل. النبوة دي مش من نبوة مستقبلية، مش هتتحقق في آخر الأيام زي ما بيقول. النبوة دي حصلت زمان، اتحققت زمان وخلص، لكن مش هتتحقق تاني دلوقتي في نهاية الأزمة، ولا ليها ارتباط بنهاية الأزمة. لما تحقق الزمان ما كانش ليها ارتباط خالص بنهاية الزمان الأزمنة وبمجيء المسيح التاني، ولما تحققت ما كانش ليها ارتباط خالص بسد النهضة الأثيوبي. ايه أدلتي على كده؟ أول دليل يهمنا هنمشي من الكتاب المقدس نفسه، من الكتاب المقدس نفسه. بص كده في أشعياء 19 يقول إن النهر هييبس، تمام؟ تنشف المياه من البحر ويجف النهر ويبس وتنتن الأنهار وتضعف وتجف. ده أول دليل هقوله لكم حاجة كان بتحصل في مصر كل سنة اسمها التحاريق والجفاف، موسم التحاريق والجفاف. كل سنة كان لما تنزل الأمطار على هضبة أثيوبيا الحبشة وتيجي المية يجي الفيضان على مصر على نهر النيل، فكان بيبقى في موسم الفيضان اللي هو مجيء المية، بياخد كم شهر كده لغاية سبتمبر
وبعد كده بيبقى في موسم تاني المصريين مسمينه من ايام الفراعنه مسمينه موسم التحاريق والجفاف، وعملوا بسببه وكان بيخافوا منه جدا. كل سنه كان المصريين يخافوا من الموسم ده جدا، وكانوا عاملين مقاييس للنيل عشان يقيسوا بيها منسوب الميه في النيل هيبقى قد ايه. واحنا عندنا في اسوان هنا احد المناسيب اللي هو عند جنينة فريال منسوب بيقيس مقياس النيل الميه، ده من ايام الفراعنه من زمان. فكان يهم الدوله والفرعون والحاكم والمصريين والشعب والحكومه في موسم التحريق دي المية وصلت لغاية فين يقيسوها في نهر النيل. وكان احيانا في سنين ان يحصل بقى ايه يبقى المطر اللي نزل على اثيوبيا قليل خالص، فيبقى الفيضان ضعيف والمية اللي جت قليلة، فلما يجي موسم التحريق المية تنزل خالص 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 في نهر النيل لحد الجفاف، يعني يحصل جفاف. وده حصل من كتير من ايام من ايام الفراعنه من ايام يوسف الصديق حصل، ولغايه مبارك حصل، لغايه حكم مبارك الكلام ده كان بيحصل، يعني سنة 1980 لغاية 1987 السبع سنين دول كانوا سنين عجاف وما كانش فيه مطر نازل وما كانش فيه بيجينا مية، ولولا السد العالي احنا في مصر طبعا حصلت في اثيوبيا ساعتها مجاعات وكان مفيش لا اكل ولا شرب ولا زرع ولا حاجة والحيوانات ماتت، وكان يجيبونا يصوروا الاطفال كده لو حد فاكر مساكين عظم جسمهم من ما فيش اكل عظم جسمهم ايه باين، انا فاكر الكلام ده، وكانوا يجيبوه على في وسائل الاعلام. كان هيحصل عندنا في مصر نفس الكلام، الجفاف ده كان هيحصل لولا السد العالي، لولا السد العالي الميه اللي كانت مخزنه وقفوا بحيرة نصر عندنا هنا في أسوان هي اللي نفعت مصر السبع سنين دول، كنا هنبقى زي أثيوبة بالظبط ويحصل موسم الجفاف. موسم التحريق والجفاف ده كان بيحصل كتير على مر التاريخ من أول الفراعنة، وكل سنة كان الفرعون والحكومة والمصريين حاطين إيدهم على قلبهم في الموسم ده لحسن يحصل إيه جفاف للنهر زي ما بيحصل قبل كده. وكان لما يحصل الجفاف ده طبعا كان بيبقى خراب لمصر في السنه دي. ليه؟ الزرع بيموت ما بيقدروش يزرعوا زرع جديد، واللي مزروع بيموت، الحيوانات مش لاقيه تاكل تموت، الصيادين لان كان مهنه الصيد دي صيد السمك دي مهنه مهمه عند المصريين من اقلام المصريين، مهنة مهمة جدا لأن كان المصريين بيعتمدوا على السمك في الغذاء بتاعهم، فالصيادين ما كانش ما فيش مية هيصيدوا من فين، وكمان المحاصيل اللي كان بيبقى عليها صناعة زي الكتان كان يصنع منه المنسوجات الهدوم البيضة كان ما فيش، بما انتهى الموسم ده ما فيش كتان، فكان المصريين ما يقدروش يدفع الضرائب للحكومة وللملك وللجيش، وطبعا الحكومة كان موظفينها والجيش أفراده بياخدوا مرتباتهم من الضرائب دي، واخد بالك؟ فالضرائب ما فيش ضرائب، عشان كده يقول الكتاب ايه ان النبوة دي يقول ايه كده، وكل العاملين بالأجرة مكتئبي النفس، يعني اللي هم ليهم مرتبات او العمال بالاجره مكتئبي النفس. ليه؟ ما فيش فلوس، ما فيش مرتبات،
ما فيش أجرة. ده كله كان وكان فيحصل مجاعات، كان البلد بتقفر والأراضي بتبقى خربة وخالية. ده كان بيحصل في كل سنة تحريق تجي فيها توصل المية النيل للجفاف. حصلت كتير، حصل كتير الجفاف ده في مصر من أيام الفراعنة، وحصل في النبوة بتاعت أشعياء 19 وحزقيال 30. الله بعلمه السابق كان عارف ان المطر، ما الله بيده كل حاجة وضبط الكل، فعارف ان المطر السنين الجاية هيبقى ضعيف، مفيش مطر او ضعيف خالص على هضبة الحبشة، وبالتالي هيحصل جفاف في ظهر النيل. الله عارف بعلم السابق، فقال لأشعياء اتنبأ على اللي هيحصل على الجفاف بتاع نهر النيل، وقال لحزقيال أكد النبوة وتنبأ على الجفاف اللي هيحصل لنهر النيل والتوابع بتاعته. اتنبأ هما الاثنين. ولما تنبأوا مفيش كام سنة يعني من النبوة، يعني 3-4 سنين من النبوة، اتحققت النبوة بحذافيرها. حصل الجفاف، وكل اللي قاله أشعياء وكل اللي قاله حزقيال بالنسبة لنهر النيل اتحقق تماما. وكمان جاء فوقهم حاجة أصعب، إن في السنة دي هجم البابليين على بنبوة خزنصة، هجموا على مصر وهي في حالة الضعف والخراب ده، وبهدلوا مصر خالص ونهبوا ثرواتها وسابوا الفتيان وسابوا الشباب زي ما النبوة قالت بالظبط. يعني الكلام ده اتحقق تماما، مش لسه هيتحقق، دي نبوة حصلت زمان، مش نبوة لسه هتحصل في أواخر الأيام، مش نبوة مستقبلية، دي حصلت وخلص. بعد ما تنبأ بها بكم سنة صغيرين حصلت بحذافيرها حصل. دي أول حاجة. تاني حاجة، وأنا صراحة يعني إيه عايز أقول لكم حاجة أهم، يعني في يقول إيه أشعف يقول لك كده: وتجف سواقي مصر. تجف لما يحصل الجفاف ده مفيش مية، سواقي مصر إيه؟ هجف. الساقية دي يا ريت تعرض لي كده رقم الفيديو رقم 5، لا اللي هو الفيديو بتاع الستة بتاع الساقية، صورة الساقية لو حد مش فاكرها، رقم 6 يا تون. الساقية دي كانت ايه؟ الأداة اللي كان يستخدمها قدماء المصريين الفراء عشان تلف كده تجيب المية تحت النيل، لما تخس تجيب المية تحت النيل وترفعها لفوق يزرعوا بيها ويروا بيها الأراضي العالية. وكان لما جوا اليونانيين واحتلوا مصر طوروا الساقية دي، أدخل عليها تحسينات فبقت أهم آلة في ري الأرض الزراعية هي الساقية في أيام الفراعنة وأيام اليونان، أهم آلة. طيب هسأل سؤال، حاليا في العصر بتاعنا ده هل في ساقية بتروي الأرض؟ هل في سواقي بتروي الأرض؟ فيش، بنقرض خلاص. جاتت بقى إيه؟ جاتت وسائل الري الحديثة، المضخات اللي بتشتغل بالمواتير تسحب لك المية وتحطها لك في الأرض، أو الري بالرش والري بالتنقيط اللي هي الوسائل الحديثة للري. ما بجيش في حاجة حاليا اسمها بنروي بالإيه؟ بالساقية، خلاص اندثرت. في 7 سواقي في الفيوم كحاجة سياحية، يعني مزار سياحي 7 سواقي في الفيوم، لكن حقيقة ما فيش ساقية. خدوا بالكم النبوة دي مش رموز، يعني مش النبوة رمزية،
الحاجات اللي فيها اتذكرت دي حاجات حقيقية فعلية على وقع الأرض، مش نبوء، مش رموز اللي شافها دانيال في نبوته، ولا زي سفر الرؤيا رموز سفر الرؤيا، لا دي حاجات حقيقية. يعني النبوة تتكلم على حاجات حقيقية مش رموز، ما هياش نبوة رمزية أشعياء 19 حزقيال 30، دي بتتكلم على حاجات حقيقية على الأرض، مش رموز. وبتكلم يتكلم بالساجة، فهو قصده الساجة فعلا. طيب إذا كانت الساجة كان بيستخدمها قدماء المصريين زمان وجدودنا وانقرضت، وحاليا ما حدش بيستخدم الساجة في ري الأرض، بتستخدم الآلات الحديثة، فإزاي دي تبقى نبوة مستقبلية بتاعت الأيام دي؟ إزاي تبقى نبوة بتاعت الأيام دي وبتاعت نهاية الزمان؟ تقول لي دي نبوة هتتحقق في نهاية الزمان؟ طب ما عم ما فيش سواجة حاليا، فيش سواجة، دي انقرضت. فأنت تقول لي لا دي نبوة هتتحقق في نهاية الزمان، فين دي وإزاي؟ مفيش الكلام ده. فده بيأكد لك إن دي النبوة حصلت، مش لسه هتحصل، ماهيش مستقبلية ولا مرتبطة بنهاية الزمان، لأن مفيش حاليا بيجي في سواجي في مصر بتروي الزرع. لكن الزمان أيام الفراعنة وفي مصر القديمة كان في سواجي دي. فلما قلت تجف سواقي مصر، ايوه حصل وجف، لما جف النهر ساعتها، لما تحققت النبوه زمان. ادي اول حاجه بتوضح لك النبوه دي حصل الزمان، مش لسه هتحصل في المستقبل. اكمل كلامي وقول زي ما انت عايز، مش لسه هتحصل في المستقبل، لان دي مش رموز، دي حاجات حقيقيه الكتاب حطها. الرموز دي زي بتاع سفر الرؤيا وزي رؤى دانيال، كان بتبقى فيها رموز، لكن دي مش رموز، دي حاجات على الواقع على الارض حقيقيه. حاجه تانية يقول كده، والصيادون يئنون، وكل الذين يلقون شصا في النيل ينوحون، والذين يبسطون شبك على وجه الماء يحزنون. كل من يلقون شخصا في النيل ينوحون. الشص، عارفين ايه هو الشص؟ الصنارة اللي بيصيدوا بها السمك. الصنارة دي من ايام الفراعنة كانت من اهم الوسائل لصيد السمك. كان الصياد بصنارته ومعاه جفة ولا مقطف، ويقعد على النيل ويصيد بصنارته السمكة، ولما يعملوا شوية سمك يلف على البيوت أو يروح السوق يبيعهم. فالصنارة دي كانت حاجة مهمة جدا للصيادين في كل مصر من أولها لآخرها، يعني كان آلة مهمة جدا أو وسيلة مهمة جدا للصيد. معايا؟ وسيلة للصيد بيصيدوا بها السمك. أيام ما حصلت النبوة كان بيتصاد بها السمك أهو، اللي هي أيام زمان يعني. فالصياد هيصيد إزاي ولما المية جفت؟ ما هو مش خلاص، هيصيد هيرمي الصنارة فين؟ ما المية جفت. فده حصل زمان فعلا وقت تحقيق النبوة. لكن سؤال، هل الصنارة حاليا في عصرنا الحديث المستقبلي ده دلوقتي، هل الصنارة هي أداة الصيد الأساسية اللي الصيادين بيصيدوا بها السمك حاليا في مصر؟ هل هي أداة الصيد الحقيقية؟ نهائي، اندثرت، بيجي اللي عايز يصيد بالصنارة ده هواية، لكن أي صياد محترف بيصيدش بالصنارة، بيصيد بمراكب الصيد الحديثة اللي بيشوفوها وبالشباك واللي بتشتغل بالمواتير والحاجات الحديثة، أساليب الصيد الحديثة. انتهى الصيد بالصنارة ده، انقرض، مفيش حد بيصيد بالصنارة إلا اللي هو يعني واحد كده هاوي فبيمسك له صنارة يقعد كده، مش عشان يبيع، كهواية. لكن هناك ما كانش هواية، ده كانت حاجة مهمة زمان، ما كانتش، كانت الصنارة دي حاجة مهمة. طب دلوقتي انقرضت، ما بقتش وسيله.
يبقى اذا لما تيجي تقول لي ان النبوه دي مستقبليه اقول لك ازاي؟ مفيش حاليا صيد بالايه؟ بالصنار. في صيد سمك بالصناره اساسي كاكل عيش، الكلام ده انقرض. كان موجود في كل مصر زمان. دلوقتي في صيد السمك بالادوات الحديثه ومزارع سمكيه وحاجات حديثه. وبالتالي يبقى النبوه دي مستقبليه بتاعت حاليا؟ لا، مش بتاعت حاليا خالص، دي بتاعت ايه؟ زمان. هل دي بتاعت نهايه الايام؟ لا خالص، دي حصلت زمان. دي حاجه. حاجه تانيه بص كده يقول ايه؟ ويخزى الذين يعملون الكتان الممشط والذين يحكون الانسجه البيضاء. الكتان، بصوا بقى ايام القدماء المصريين كان الكتان ده، الكتان ده اهم نبات بيزرعوه عشان منه بيعمل المنسوجات، الكتان الابيض اللي بيعملوا بيه الايه؟ الملابس الكتان للملوك وللكهنة وللأغنياء. فكان الكتان ده أهم من أهم النباتات وأكتر نبات بيزرع عشان صناعة الإيه؟ المنسوجات البيضة. ده كان أيام الفراعنة. لما اتحققت النبوة زمان، الكتان ده طبعا الزرع مات فما جيش فيه كتان، والصناعة وقفت وما فيش هدوم عشان ينسجوها، ما فيش نسيج ولا هدوم يوم ما حصل الجفاف ده زمان. طيب نيجي بقى دلوقتي في زماننا الحاضر، فين الكتان؟ زرع الكتان ده بيجي بسيط، لكن ايه الزرع الاشهر زرع تزرع في مصر عشان الهدوم؟ القطن اللي دخله محمد علي، زرعته محمد علي. فبيجي القطن أهم نبات بيزرع في مصر، بيصدر للعالم وبيتصنع منه المنسوجات والهدوم والملابس، هو القطن مش الايه؟ مش الكتان. وده يوضح لك ان النبوة دي مستقبلية بتاعة دلوقتي نهاية الأزمنة ولا بتاع الزمان؟ ها، بتاع دلوقتي ولا بتاع الزمان؟ هتتحقق الزمان، مش بتاعه دلوقتي، ولا ليها دعوه بصد النهضه، ولا ليها، ولا هي مستقبليه، ولا ليها دعوه بنهايه الازمنه. ده كلام حصل زمان. دي حاجه. حاجه ثانيه في النبوه، المدن اللي اتكلم عليها في النبوه دي قال مدينتين مهمين، قال لك رؤساء صنعا ونوف، مدينتين اتكلم عليهم في النبوة دي. نوف دي وصوعن، المدينتين دول، نوف دي هي منفيس، مدينة منفيس. ومدينة منفيس دي أسسها وبناها مينا، موحد القطرين قدماء المصريين، وكانت هي عاصمة مصر في وقت من الاوجات، فكانت مدينة عظيمة جدا. وصوعن برضو كانت مدينة عظيمة جدا وكانت عاصمة مصر في وقت من الاوجات. فالنبوة بتتكلم على مدينتين من مدن مصر القديمة كانوا في وقتهم مدن عظيمة جدا جدا، فاتكلمت عليهم النبوة انه هيحصل فيهم بلاوي طبعا نتيجه جفاف النهر ونتيجه الهجوم الاعداء، وحصل فعلا زي ما النبوه قالت، المدن دي اتحرقت التماثيل والمعابد فيها اتكسرت، والفتيان والفتاه اتسبوا، والثروه بتاعت المعابد خدوها البابليين، زي ما الكتاب قال بالظبط. اتحققت النبوه زمان سنة 570 قبل الميلاد، اتحققت بحذافيرها. طيب نيجي بقى دلوقتي الآن عصر الحديث نهاية الأزمنة، فين مدينة نوف دي؟ فينها؟
عارفين ايه اللي حصل مدينه نوفل اللي هي منفيس؟ لما جه الفاطميين بنوا القاهره في القرن السابع، مدينه العاصمه لمصر في القرن السابع القاهره، بنوها قريب عن نوف عن منفيس، ويبتدي ياخذ الحجاره من منفيس يبنوا بها المباني بتاعه القاهره. فبعد شويه قليلين المدينه اندثرت، مفيش. فين نوف دي حاليا؟ فين منفيس حاليا؟ شويه حجاره واثار، مفيش مدينه خالص حاليا. فين صوعن؟ هي الاخرى اندثرت. بدل دي كانت مدن عظيمه وقت النبوه، كانت مدن عظيمه من اعظم من اكبر المدن في مصر، اندثرت، مفيش الكلام ده. طب فلما تيجي تقول لي بتتكلم لي عن صوعن ونوف حاليا في العصر الحالي، فينهم دول؟ مفيش. يبقى هل النبوه دي مستقبليه؟ هتتحجج في نهايه الايام، هتتحجج ازاي وانت بتتكلم على مدن انقرضت مش قاعده؟ تتحجج ازاي؟ اتحججت لما كانت المدن دي عامره وموجوده. اتحججت النبوه بحذافيرها، حصل سنه 570 قبل الميلاد، حصل الكلام ده فعلا. فده ياكد لك ان النبوه دي لا هي نبوه قديمه اتحججت زمان، ولا هي نبوة مستقبلية، ولا نبوة تابعة بأواخر الأيام، ولا لها ارتباط بسد الإيه؟ النهضة نهائي. ماشي؟ حاجة تاني. النبوة دي تتكلم عن فرعون. عن يقول لك حكماء مصري فرعون. ويتكلم على هزيمة فرعون في حزقيال من 29 ل 32. واتكلم إن مش هيبقى في رئيس لمصر بعد النبوة دي، بعد نبوة أشعيا ونبوة حزقيال 30، يقول إيه؟ مش هيبقى في رئيس لمصر بعد كده، تمام؟ فنمسك بقى موضوع فرعون ده. لما النبوة اتنبأ بها أشعيا وحزقيال، كان اللي بيحكم مصر الأسر الفرعونية، هم اللي كانوا بيحكموا مصر، وكان ملك مصر يسمى الفرعون أو فرعون، تمام؟ اللي حصل إيه؟ لما النبوة حصلت كان في فرعون بيحكم مصر وتهزم، وآخر فرعون حكم مصر كان اسمه الفرعون نختنبو الثاني. يا ريت تعرض لي رقم 7 كده، نختنبو الثاني ده تمثاله او صورته في المتاحف يعني. نختنبو الثاني ده اخر فرعون حكم مصر، وده حكم وفي نهايته، في نهايه حكمه سنه 343 قبل الميلاد، غزا مصر الفرس وأسقط الحكم الفرعوني، ومن ساعتها ما بجيش رئيس لمصر مصري من المصريين يعني، بيجي الرؤساء بتوع مصر أجانب مش مصريين. من الوقت ده من سنة 343 قبل الميلاد جه اسكندر الأكبر غزا مصر واستحمرها اليونانيين سنة 332 قبل الميلاد، وبكده انتهى حكم الفراعنة. ما بيجيش في حاجة اسمها حكم فرعوني، ولا بيجي في ملك أو رئيس اسمه فرعون، انتهى. آخر واحد اللي هو الفرعون ده المصري اللي هو نختنبو الثاني، وده من القرن الرابع، ودي كانت آخر الأسر الفرعونية، ما بيجيش في فراعنة تاني. قعدت مصر تحت حكم والي قاصر زي ما النبوة قالت أجانب، ولا وزي ما حزقيال قال ما يبقاش في رئيس على مصر. قعدت النبوة سارية 23 قرن،
لغاية سنة 1952 لما أول رئيس مصري كان هو محمد نجيب، وكان الزعيم الفعلي جمال عبد الناصر الرئيس. ده كان أول رئيس مصري يحكم مصر بعد 23 قرن. وبيجي الحاكم بتاع مصر رئيس منتخب، بينتخب الشعب وليه سنين وخلاص، بيروح يجي غيره، ما فيش أسر حاكمة فرعون. الكلام الفرعنة ده انتهى، كان موجود لما النبوة اتحققت زمان. طب دلوقتي الآن لو كانت دي نبوة مستقبلية بأواخر الأيام، طب فين الفرعون؟ طب فين حكم الفراعنة؟ طب فين الأسر الفرعونية اللي بتحكم مصر؟ مفيش. اللي بيحكم مصر رئيس مصري منتخب بينتخب الشعب، فمفيش حاجة اسمها فرعون، انتهى الموضوع. يبقى دي نبوة مستقبلية، ها؟ نبوة مستقبلية بتاعت نهاية الأيام، بتاعت صد مرتبطة بصد النهضة، نهائي. دي حصل الزمان وخلص، حصل الزمان وخلص. أكتر دليل وأهم دليل بقى هجيبه لكم من الكتاب المقدس نفسه، إن النبوة دي حصل الزمان وحصلت إزاي، والله تممها على يد مين، في إصحاح حزقيال 30. هقرأ لكم، اسمعوني كده، يا ريت نعرض على الشاشة خمسة، رقم خمسة اللي هي نبوة حزقيال 30، في أجزاء بس هقراها. يقول إيه؟ وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم تنبأ. تنبأ يعني هتقول نبوة، لأن نبوة حزقيال عن مصر اللي هي بيأكد نبوة أشعياء يعني. فبيقول إيه؟ ها أنز قال السيد الرب: والولوا يا لليوم، لأن اليوم قريب ويوم للرب قريب، يكون يوم غيم ويكون وقتا للأمم، ويأتي سيف على مصر. ويقول كده إن هتنحط كبرياء مصر من مجدل إلى أسوان. مدينتنا على فكرة مذكورة في الكتاب المقدس، مدينة أسوان بتاعتنا، من مجدل إلى أسوان هيحصل إيه؟ هيحصل المدن هتبقى خاربة. ويقول كمان إن الأنهار، إن مين اللي هيعمل كده؟ الأنهار هتجف. يقول الأنهار هتجف، الأنهار، وشوف في عدد 13: وأجعل الأنهار يابسة، زي اللي قاله إشعياء، نفس النبوة إشعياء، أجعل الأنهار إيه؟ يابسة. يبقى إمتى هتتم النبوة دي؟ لما اتجالت، الكتاب قال حزقيال: اليوم قريب ويوم للرب قريب. قريب اليوم قريب، يعني عايز يقول له ايه؟ تحقيق النبوة ده ايه؟ هيتم قريب، هيتم قريب. وفعلا ما فيش 3-4 سنين وتمت النبوة بحذافيرها، زي ما تنبأ بها أشعياء، وزي ما تنبأ بها حزقيال، وزي ما ربنا قال له اليوم قريب. في نبوات الله قال انها بتاعت نهاية العالم، دي معروفة في الكتاب المقدس. يعني دانيال لما جه في نبوة الله الملاك قالها له، راح عايز يعرفها، قال له: لا، اختم على هذه النبوة انها لنهاية الايام. ففي نبوات لنهاية الايام وقتها بعيد، هتتحقق في نهاية الايام. لكن في نبوات ايه؟ كان وقتها وقت تحقيقها لما اتقالت هتتحقق قريب، من ضمنهم أشعياء 19 وحزقيال 30 بتاع جفاف النهر، اتحققت قريب من قولها. بعد ما الأنبياء تنبؤوا بها ما فيش 3-4 سنين، اتحققت بالضبط سنة 570 قبل الميلاد، وخلصت، اتحققت وخلصت. يبقى الكتاب المقدس بيقول النبوة دي اتحقق، ومين اللي هيحققها ويعمل الخراب ده بعد ما يجف النيل؟ قال، بص قال ايه اهو، ملك بابل اللي هيعمل كده. يعني هتبص اللي هي فين،
ان هياخدوا ثروتها وتهدم اسسها، واللي هيعمل كده هو ملك بابل زي ما النبوة ايه جالي، هو اللي هينفذ النبوة. وفعلا سنة 570 نبوخذ نصر هجم على مصر أثناء الخراب ده، أثناء عام الجفاف ده، خربت بالمرة على مصر وكانت في حالة ضعف والنيل جف، فرح في اليوم في السنة دي راح هاجم نبوخذ نصر وبهدل البلد كلها وخربها ونهب ثرواتها وسبى الفتيان والفتيات سنة 570 قبل الميلاد، اللي هو بالضبط الكتاب قال يعني التاريخ قال في سنة 37 من ملكه، من ملك نبوخذ نصر. فالكتاب بيأكد ان النبوة دي ايه حصل، دي مش من النبوة المستقبلية ولا من نبوة اخر العالم ولا ليها ارتباط بسد النهضة، دي نبوة حصلت من ساعة ما تنبأ بها أشعيا وحزقيال بعد كام سنة صغيرين، 3-4 سنين اتحقق سنة 570 قبل الميلاد، وخلصت على كده مش اتحقق تاني. الآثار بتأكد كده، علم الآثار بيأكد ان النبوة دي اتحققت. لقيت حاجتين حلوين كده هعرضهم لكم. بص يا ريت اعرض لي رقم 8 على الشاشة. اللي انتوا شايفينه ده عبارة عن ايه؟ نقش فرعوني اكتشف اثر من الاثار يعني موجود في المتحف، في المتحف النقش ده مكتوب عليه باللغة الهيروغليفية بتاعت قدماء المصريين، مكتوب عليه ايه بقى؟ ان مصر في السنة دي خربت، والسنة اللي تقول عليها الأثر دي هي السنة 37 من ملك نبوخذ نصر، بالضبط كده التاريخ زي ما بيقول، الأثر زي ما بيقول. يعني هنا بيقول في السنة دي مصر خربت بسبب الجفاف وسبب الغزو، وده حصل امتى؟ حصل في السنة 37 من ملك نبوخذ نصر، لأن هو اللي ايه؟ هو اللي غزا مصر بجيوشه. اهو الاثار بتاكد ان النبوة دي حصل. برضو عرض لي رقم 9 على الشاشة، رقم 9 ده نقش بابلي بقى من بابل من العراق، لان بابل دي تبع العراق، ده موجود في متحف برلين. النقش ده اكتشف اثار اكتشفته وموجود في متحف برلين. ايه موجود على النقش ده؟ موجود على النقش ده ان نبوخذ نصر في السنة 37 من ملكه غزا مصر وانتصر عليه، غزا مصر وانتصر عليه، الكلام اللي قاله الكتاب المقدس في حزقيال 30 والنبوة أشعيا 19 حصلت في السنة 37 من ملك نبوخذ نصر زي ما الآثار بتقول. يبقى دي نبوة مستقبلية، دي نبوة آخر الأيام، ولا حصلت وخلصت من زمان؟ أهي الآثار بتأكد إنها حصلت وخلصت. في حاجتين بقى مهمين عايز أقولهم لكم. أول حاجة عايز أقولها لكم، إحنا متفقين إن النبوة دي مش رمزية، دي نبوة على حاجات حقيقيات موجودة على الأرض، مش نبوة رمزية، الحاجات اللي فيها حاجات حقيقية مش حاجات رمزية، ماشي؟ اتفقين على كده. احنا نعرف ان الله عارف المستقبل، عالم المستقبل، عارف هيحصل ايه بكرة، لان النبوات اللي كان بالروح القدس يقولها للانبياء وكانت هتحصل بعد ومنها لغاية الوقت ما حصلش. النبوات دي بتاكد ان الله عارف الايه؟ عارف المستقبل. فدي حاجه من صفات الله انه عارف المستقبل، ايه اللي هيحصل في المستقبل، ماشي؟ طيب لو كانت النبوه دي من نبوات نهايه الزمان، ولو كانت النبوه دي هتتحقق حاليا
في نهاية الدهور. كان الله بما انه عارف المستقبل ما كانش هيصيغ النبوة بالطريقة دي بالاسلوب ده، ما كانش هيقول ان السواج هتجف، لانه عارف المستقبل لو كانت النبوة تتحقق في المستقبل ان مش هيبقى فيه سواج. كان قال ان المضخات هتعطل، كان قال ان الري بالتنقيط والري بالرش هينتهي، لانه عارف المستقبل. ومش كده ولا ايه؟ عارف المستقبل، فمش راح يقول كلام حصل زمان بكلام هيحصل في الايه؟ في المستقبل. ما كانش هيقول ان اللي هيرمس الصيادين بيصيدوا بالصناره، لان عارف في المستقبل ان دي انقرضت، الناس بيصيدوا بوسائل الصيد الايه؟ الحديث. كان هيكونوا بيصيدوا بالمراكب اللي بتمشي بالمواتير كده، لانه عارف المستقبل. فلو كانت النبوه دي بتاعت مستقبل هتتم في المستقبل، والله عارف المستقبل، ما كانش هتصاغ بالطريقه دي. كان الله هيقول الالات اللي هي هتحصل اثناءها النبوه المستقبليه اللي موجوده في الوقت ده في الزمان ده بتاعنا. ما كانش هيقول ان الكتان هو اهم محصول، كان هيقول القطن هو ايه؟ اهم محصول في النبوه، لان هو ده اللي هيحصل في المستقبل، كان هيبقى القطن هو اهم محصول. ما كانش هيقول ان الملك هو فرعون، كان هيقول رئيس مصر لو كانت تتم في الايه؟ لان الله عارف ان ساعتها اللي هيبقى بيحكم مصر رئيس مصر منتخب. فده اكد لك ان النبوه دي ايه؟ مش مستقبليه، مش بتاعت نهايه الايام، دي نبوه قديمه حصلت واتنفذت بحذافيرها في الوقت اللي ربنا ايه حدده وبالطريقه اللي ربنا حددها. وضحت ملحوظه تاني. احنا نعرف ان الله كل العدل، الله عدله غير محدود، فالنبوه دي اللي قصادنا في 19 اشعياء وفي حزقيال من 29 ل 32 دي كانت نبوة عقوبة، عقوبة لمصر. يعني اللي حصل ده الله كان سمح به كعقاب لفرعون وللمصريين بسبب الكبرياء، وبسبب انه جسوا مملكة يهوذا وملك يهوذا وخلوهم ما يطعوش كلام الأرمية النبي، يعني يكسر كلام ربنا، وبسبب ان مملكة يهوذا كانت متكلة على فرعون بجيوشه ان يجي ينقذهم من البابليين. فالله عايز يقول لهم طيب اللي انتوا بتتكلوا عليه ده كأنكم اتوكلتوا على ايه؟ قصبة. القصب ده هنا مش قصب السكر، لا، القصب ده اللي هو البوص، البوص اللي هو كان يزرع زمان وما زال موجود يعني، وده بيبقى ناشف شكلا لكن لو ضغطت عليه يتكسر بسهولة. فقال لهم انتوا كده كأنكم متكلين على واحد، متكلين على واحد بوص، على القصب يعني على بوصه، يعني عايز يقول لهم اتكلتوا على حيطه ايه؟ مايله. فكانت النبوه دي اللي هي بتاعت اشعياء 19 وحزقيال عقوبه لمصر، لفرعون مصر وللمصريين بمنتهى الوضوح، الله سمح بها كعقوبه. طيب هسأل سؤال، حاليا في المحاكم وفي قوانين المحاكم البشريه في كل مكان لما يجي واحد يقوم بجرم يعمل جريمه يعني، فالقاضي بيحكم عليه كعقاب ليه بالجريمه، كل جريمه ليها عقابها، تمام؟ ده بيحصل حاليا. طيب لكن في حاجه في القوانين البشريه ان ما يعاقبش مجرم على جريمة على نفس الجريمة اللي عملها مرتين، ما يتعاقبش مجرم على الجريمة اللي عملها مرتين، لا، قوانين ما بتسمحش كده ولا في حد قاضي يحكم بكده. ارتكبت جريمة تتعاقب مرة واحدة، لكن اروح اعاقبك تاني على نفس الجريمة
ونفذ العقاب مرة تانية عليه؟ لا، ده ما فيش خالص في القوانين، وده من عدالة البشر عشان ما يظلمش الناس. انت اجرمت انا عقبتك، خلاص اعاقبك تاني بنفسي على نفس الجريمة مرة تانية ليه؟ وانا عقبتك وخلصت. طيب ده عدالة البشر. فكم وكم الله العادل اللي عدله غير محدود. عاقب مصر زمان، عقب من بودي عقاب، عقاب سمح به الله لمصر. عقب مصر زمان تمام لما تحققت النبوة، فهل من العدل يطبق نفس العقوبة تاني في المستقبل على مصر حاليا في نهاية الأزمنة؟ يطبقها هي تاني نفس العقوبة تاني؟ يبقى عقب مصر كده ايه؟ هيعقب مصر ايه؟ مرتين. طب البشر ما بيعملوش كده. فكم وكم الله، الله العادل كل العدل كل الرحمة، هيعاقب مصر على اللي عملته، وعلى هو نفس اللي عملته هيروح يعاقبها تاني عليه في نهاية الأيام. فين عدلك يا رب وفين رحمتك؟ طبعا الله عمره ما يعمل كده. فهي عشان كده بتيجي تقول لي النبوة دي هتتحقق تاني في نهاية الأيام، ومصر تتعاقب على نفس الخطأ مرة تاني في نهاية الأيام ونهاية الأزمنة بسد النهضة اللي يجفف مصر وتبعيات الجفاف ده اللي هتحصل، يعني العقوبة تحصل مرتين؟ مش ممكن. وده يأكد لك إيه؟ إن النبوة دي مش من نبوة إيه؟ بتاعة آخر الأيام، ولا نبوة مستقبلية، ولا مرتبطة بالمجيء الثاني، ولا مرتبطة بسد النهضة. ده اللي أنا عايز أوصله. فضلت حاجة أخيرة أختم بها كلام. الدكتور في أنا بعد على فكرة الناس اللي أنا جبت الفيديوهات بتاعتهم في الأول، الناس دول أنا بحترمهم جدا، وناس دارسين وناس يعني مثقفين، والواحد على رأسنا من فوق، وناس مشهورين بنحترمهم جدا وبنحبهم جدا، بس أنا مختلف معهم في طريقة التفسير لا أكثر ولا أقل. أنا بختلف معه في طريقة التفسير، لكن هو كاحترام وكشخصية فوق رأسي من فوق، من ضمن الشخصيات المحترمة جدا. واللي أنا جبت لكم فيديو ليه الدكتور غالي بتاع موقع هولي بايبل، الرجل ده محترم جدا. وهو بعد ما فسر قال ممكن أكون أنا غلطان، يعني هو بعد ما فسر الطريق إن النبوة دي ممكن هتبقى مستقبلية، قال أنا ممكن أكون غلطان. فأنا بحترمه جدا، بس أنا مختلف معه في طريقة التفسير مش أكتر. جي سألوا سؤال قالوا له إيه دلوقتي حسقيال بيقول إن هيحصل الخراب ده، وزي ما أشعيا وحسقيال قالوا عن مصر مدة 40 سنة، فده حصل وده لسه هيحصل؟ ده بيسألوا السؤال ده. فقال إجابة عجيبة. قال إيه الإجابة بتاعته؟ نعم ولا. طب إزاي؟ يا نعم يا لا. طب إزاي تبقى نعم ولا؟ يا حصلت يا لسه إيه هتحصل، لكن إزاي نعم ولا؟ فهو راح قال جاوب كمل كلام، قال لك أصل النبوة بتاعت أشعيا دي وبتاعت حزقيال دي بنسميها نبوة مزدوجة التحقيق، أو نبوة تتحقق مرتين. وقال المصطلح بتاعها اللي هو دبل فول فيلمنت، مصطلح إنجليزي كده، إنها نبوة يعني تتحقق إيه مرتين، زمان وفي المستقبل. ده كان رده، عشان كده قال نعم ولا، يعني قال اتحققت وهتتحقق تاني في نهاية الايه ازمة. طب احنا اكدنا ان مش هتتحقق في نهاية الايه، قلنا 10 ادلة مش هتتحقق في نهاية دي، حصلت وخلصت. انا بس عايز اوضح حاجة، المصطلح ده جي من فين؟ اللي قاله دكتور غالي جي من فين؟ ده بس اللي انا عايز اوضح، ان في نبوات مزدوجة التحقيق، أو في نبوات تتحقق مرتين زمان وفي نهاية الأيام. هل المصطلح ده جه ازاي؟ جه من فين؟ وهل صح؟ ده اللي أنا عايز أختم بيه كلام. بصوا بقى،
في القرن 19 في انجلترا كان في واحد رجل دين اسمه داربي. ده انفصل عن كنيسته واسس طائفه اللي هم البلاميس، الاخوه بلموس. الرجل ده قال ايه؟ قال كلام حاجه جديده. درس اللغه العبريه اللي هي اللغه اليهود اللي مكتوب بها العهد الجديد، ودرس اللغه اليونانيه، وابتدى يشوف النبوات بتاعت العهد القديم تفسيرها ايه عند اليهود، عند المفسرين اليهود، لانه خلاص بيجي العبر معاه سهل. فقعد يقرا تفاسير النبوات بتاعت العهد القديم عند اليهود واتبسط بيها، وابتدى يأسس مدرسة تفسير جديدة للكتاب المقدس سماها التدبيرية. بس جي وقع في ورطة هو بيقرأ، لقي في نبوات في الكتاب المقدس اليهود بيفسروها بطريقة، والعهد الجديد فسرها بطريقة تانية، والمفسرين المسيحيين الأوائل فسروها بطريقة تانية مختلفة عن طريقة اليهود. ففي نبوات كتير العهد الجديد قال إنها حصلت، والمفسرين المسيحيين الأوائل القديسين الملهمين بالروح القدس قالوا النبوات دي حصلت زمان وخلاص خلصت. لكن اليهود، مفسرين اليهود قالوا لا، النبوات دي هتحصل في المستقبل في نهاية الأزمنة، هي نفس النبوة. العهد الجديد بيقول حصلت، والمفسرين المسيحيين العظام بيقولوا حصلت، واليهود مفسرين اليهود يقول لا دي ما حصلتش، هي نفس النبوة دي هتحصل في ايه؟ في المستقبل. فلقي نفسه في ورطة، هي النبوة حصلت وهتحصل. فقال فرح بقى ايه؟ اخترع المصطلح ده عشان يطلع من الورطه. اخترع المصطلح بتاع ان في نبوات اسمها نبوه مزدوجه، يعني هتتحقق ايه؟ مرتين، زمان وفي المستقبل، عشان ينقذ نفسه من الايه؟ من الورطه بتاعته، لان هو قاعد بيفسر الكتاب المقدس على اساس تفاسير اليهود، وعلى اساس الاحداث بتاعه العالم. يعني هو اخذ برضو تفسير اليهود وبحاله يطبقه على احداث الجاريه، ولو ندي فيها خطوره. فان المصطلح بتاع النبوه مزدوجه التحقيق ده ما كانش موجود خالص قبل القرن ال 19. فاول واحد اخترعه عشان ينقذ نفسه من المطب داربي ده بتاع البلاموس. قبليه فيش حد من المفسرين قال ان في نبوات هتحصل وحصل، النبوة دي مرة واحدة بتحصل، مرة واحدة يا حصلت يا لسه هتحصل في المستقبل، بس برضو مرة واحدة، فيش حاجة ان النبوة تحصل مرتين، هي نفس النبوة. الكلام ده مش موجود خالص. هم بيروحوا يعني يعتمدوا على الأحداث الجارية السياسية يعني عشان يأكدوا بها تفسيرهم للنبوات دي، ودي خطر خالص. ليه؟ لأن الأحداث الجارية والسياسة بتتغير كل شوية، أعداء الغد أصدقاء الإيه؟ اليوم، والمصالح بتصالح في السياسة. فلو أنت رحت فسرت لي النبوة على أساس حاجات سياسية وبعد شوية راح تتغيرت الحاجات السياسية دي، أنت كده هتشككني في إيه؟ في النبوة، في كلام ربنا. فده كلام خطر، حكاية النبوة المزدوجة دي وتحقيقها بالأحداث الجارية، بالحوادث الجارية، كلام في منتهى الخطورة. وفي أبحاث بقى كتير بس مش عربية، أبحاث أجنبية، ردت على خطأ مصطلح النبوة المزدوجة. مفيش حاجة زي كده.
يعني كنائس كتير في أمريكا وأوروبا عملوا أبحاث وردوا بيها على ضرب ده، وقالوا الكلام المصطلح ده حكايه، فيش حاجه اسمها نبوه مزدوجه تتحقق مرتين، نبوه تتحقق مره واحده، يا تتحقق الزمان يا لسه في نبوات هتتحقق في نهايه الزمان برضو مره واحده. فيش حاجه اسمها نبوه تتحقق ايه، مفيش نبوه بروحين زمان وفي نهايه الازمه، فيش الكلام ده، ولا حتى في الكتاب المقدس قال كده. يعني لا الكنيسه فيها كده قبل القرن ال 19 ولا في الكتاب المقدس في حاجه اسمها نبوه مزدوجه خالص. الأبحاث كتير خالص أكدت أن المفهوم ده خطأ. أنا هقول لك مثل بسيط من اللي بيقولوا الجماعة بتوع النبوة المزدوجة، وأكد لك إزاي أنه هو غلط من الكتاب المقدس. في أشعية، أنا أسف، في هوشع 11 عدد 1 قال إيه؟ منذ كان إسرائيل غلاما أحببته، ومن مصر دعوت ابني. فدي كانت نبوة، من مصر دعوت ايه؟ ابني. بس هو بيقول لك اه دي نبوة مزدوجة التحقيق، اهو اكيد دليل عن ان في نبوات تتحقق مرتين. الله دعا بني اسرائيل ابنه البكر، الشعب البكر بتاعه، دعاهم من مصر في الخروج وجابوا ارض كنعان، اتحققت النبوة زمان. وفي ملء الزمان الله هيدعو الطفل يسوع، الله الكلمة المتجسد والعيلة المقدسة لما هربوا لمصر هيدعوهم ويرجعوا تاني الأرض فلسطين، يبقى من مصر دعوت ايه؟ ابني. اهو يا عم، اهو نبوة ايه؟ مزدوجة التحقيق في الكتاب المقدس، بيأكدوا كده. طب هل ده صح؟ لا، غلط خالص. هقول لكم ازاي. لما هوشع قال على اسرائيل ان الله نجلهم كابنه شعبه البكري، نجلهم من مصر للكنعان، ده كان بيقول حاجة حصلت وانتهت من 100 سنين. يعني حاجة حصلت في الماضي، دي مش نبوة. عارف انت كانت تبقى نبوة لو النبوة دي جاتت قبل ما يحصل الخروج بتاع بني إسرائيل. يعني لو الله أنبأ الأنبياء من مصر دعوت ابني، النبوة دي كانت اتجالت قبل الإسرائيليين ما يطلعوا من أرض مصر، هيبقى فعلا النبوة تتحقق مرتين. لكن دي ما حصلتش قبل المصريين ما يطلعوا. ده بيقولها حاليا، كان المصريين طلعوا من مصر وعملوا دولة مملكة إسرائيل وجالهم 100 سنين. لكن هو بيشبه، بيقول زي ما أنا دعيت زمان إسرائيل ابن البكر من مصر كنعان، في ملء الزمان هدعو ابني المتجسد من مصر لفلسطين. فهي بالنسبة لبني اسرائيل، لما هوشع قال النبوة دي بالنسبة لبني اسرائيل مش نبوة، نبوة ايه؟ ما ده حاجة حاصلة. النبوة دي تتجلى على حاجة لسه ما حصلتش، مش كده؟ النبوة بتتكلم على حاجة ما حصلتش، لكن انت دي حاجة حصلت من 100 سنين، يبقى دي مش نبوة بالنسبة لبني اسرائيل، لكن تشبيه او توضيح. لكن هي نبوة اتجالت لمين؟ لما المسيح الطفل يسوع بالعائلة المقدسة هرب لأرض مصر من هيرودس، ولما ظهر الملاك وقال ليوسف تعالوا خلاص أرض مصر. فالنبوة كانت من هنا، من مصر دعوت إيه؟ ابني. فالنبوة نبوة اتحققت إيه؟ مرة واحدة، مش زي ما بيقولوا فيش حاجة اسمها نبوة في الكتاب المقدس اتحققت مرتين. ده مصطلح غلط، ودراسات كتير خالص أجنبية بينت ان مصطلح غلط. فما فيش حاجة اسمك تقول لي أشعياء 19 حصل الزمان وحتحصل تاني في نهاية الأزمان، ده كلام غلط ومش حقيقي ومش صح ومرفوض. لكن انا عايز اقوله، انا مش بتكلم ان حاليا احنا مش في نهايه الازمنه، نهايه الازمنه دي ليها علامات وممكن في مرات تانية نكلمكم عليها في محاضرات تانية. انا بس بتكلم على قنوات بتصدر فكر يهودي، تفسير يهودي للكتاب المقدس، والسد النهضه ده بالنسبه لمصر دي مؤامره شريره على مصر. عايزين يأيدوا المؤامرة الشريرة دي، إنها لأ، دي نبوة في الكتاب المقدس.
نبوة منها نهاية الأيام ولما تحصل يبقى احنا كده في نهاية الزمان. ده مش صح، مش حقيقي، دي مؤامرة شريرة على مصر، وبيخوفوا بيها بيخوفونا بيها، كأن المؤامرة بتاعتهم دي عايزين يلاقوا لها سند انها لا اهي دي من نبوات الكتاب. وده غلط خالص زي ما انتوا شفتوا. انا قلت 10 أدلة ان النبوة دي حصل الزمان، مش نبوة مستقبلية ولا من نبوات اخر الزمان ولا ليها ارتباط بسد النهضة. اما سد النهضة نفسه دي مؤامرة شريرة على مصر. عشان كده في أشعياء 19 بيقول مبارك، احد النبوات في أشعياء 19، مبارك شعبي مصر. فالله اللي قال الجملة دي والله اللي بارك مصر وزارها، البلد الوحيدة اللي زارها المسيح له كل المجد مصر، واللي زارتها الست العذراء واللي ظهرت فيها العذراء كتير وبركتها مصر، مبارك شعب مصر. فالكنيسة اللي في مصر دي والشعب اللي في مصر ده شعب ربنا باركه. فالله اللي قال البركة دي هو يقدر ولا حد تاني يقدر المشهور يبدل المشورة الشريرة بتاع سد النهضة على مصر. ربنا يبددها، وربنا اللي قادر على كل شيء وعنده حلول كتيرة يحل مشكلة سد النهضة ده في صالح مصر، عشان تفضل مصر مبارك شعب مصر. لأن لو حصل السد ده وقفل البوابات هتخرب مصر. طب فين مبارك شعب مصر بقى؟ فين النبوة؟ مفيش. لكن هي النبوة موجودة، مبارك شعب مصر. والله اللي بارك مصر هيحفظ مصر وهيحفظ الكنيسة في مصر ويحفظ المصريين من المؤامرات دي. والله عنده حلول كثيرة، وإن شاء الله هيتدخل ويحل مشكلة سد النهضة ده هو من عنده، ويحفظ مصر من كل شرر. ونطمن إن النبوة دي ولا اللي يدعوا خالص سد النهضة ده هم بيحاولوا يقولهم سند من الكتاب المقدس على تحقيق النبوة. الله يديكم نعمة، يديكم بركة، ويحفظكم فسنا كل ما يدكم.